ووقفنا عند نموذج يعد من أهم مصادر أهل السنة وهو مسند الإمام أحمد بن حنبل، وقلنا بالأمس أن هذا المسند يعد أوسع منظومة ومجموعة حديثية في مصادر أهل السنة، لا يوجد أوسع منه ولا يوجد أكثر اعتبارا منه بعد الصحيحين، ولا يوجد أقدس من أحمد بن حنبل عند أهل السنة من بعد البخاري، لا أعلم لأنه فيه أبحاث. هذا الرجل من حيث العلم، من حيث القداسة، من حيث التقوى، من حيث حتى رفعوه إلى مقام الأنبياء، أحمد بن حنبل. هذا كله ضمن منظومة واضحة حتى يعطوا قيمة لأي شيء، يعطوا قيمة للكتاب، وهذا الذي أنت وأنا وأنت نفعله أيضا عندما نصل إلى ثقة الإسلام الكليني، نرفعه إلى السماء حتى نعطي قيمة لأي شيء للكتاب. وإلا إذا قلت لا نعرفه، لا نعرف أساتذته، لا نعرف ولا نعرف لا نعرف، عاد يبقى للكتاب قيمة أو لا يبقى؟ وهكذا عندما تصل إلى المجلس مولانا تصعده إلى السماء حتى تعطي قيمة لأي شيء؟ للبحار. وإلا لو أنه ضعفت المجلس وقلت لا نعرف من أين جمع المصادر وكيف فعل وكيف وكيف وكيف، بعد يبقى اعتبار الكتابة ولا يبقى؟ ولهذا الأعزاء يكفي عندهم أعزائي في سير أعلام النبلاء، في سير أعلام النبلاء أعزائي المجلد 11، لا أقلها اليوم تصفحوا لأنه ماكو وقت. أنا بالأمس واقعا تصفحته من الأول إلى الآخر لأرى بأن هذه الشخصية واقعا رفعت إلى مقام الأنبياء أحمد بن حنبل، ورفع كتابه إلى مصافي أقدس كتاب بعد كتاب الله. سير أعلام النبلاء الجزء 11، مؤسسة الرسالة، العلامة تحقيق العلامة الآلوسي مولانا. يبدأ، التفتوا لي أعزائي، يبدأ أحمد بن حنبل هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا، أصلا لا مجال للبحث، لا مجال للبحث. يبدأ من صفحة 177، التفتوا لي أعزائي ترجمة هذا الرجل إلى صفحة أعزائي 358، 180 صفحة مولانا يبحث عن عظمة من؟ عن عظمة أحمد بن حنبل وعن قداسة أحمد بن حنبل. كونوا على ثقة، لو تقرأه فقط ارفع الاسم تقول هذا غلو، لو يتكلم في أحد الأئمة يقول هذا من الغلو في الأئمة. يعني عندما تقرأ، أنا ما أدري، لا أعلم لماذا أنه ينسبوننا إلى الغلو. أول من أسس الغلو من؟ هؤلاء هم، في تقواه، في حفظه، في 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 رحلاته، في أحاديثه، في في إلى ما شاء الله، مو محل بحثي.